ريال مدريد بيودع الابطال من دور ال 16 في مفاجاه كبيره ما حصلتش من كتير جدا، من زمان جدا ريال مدريد ما خرجش من دور ال 16. والناحيه الثانيه مانشستر سيتي بيحط رجل في دور ال 8 وبيحط رجل الاثنين في دور ال 8 عشان يقابل ليون اللي صعد الناحيه الثانيه على حساب يوفنتوس. وفي مفاجات كتير في دوري ابطال السنه دي. السيتي بيحط خطوه جديده او خطوه نحو اللقب الحلم بالنسبه لجوارديولا مع مانشستر سيتي اللي بقاله كتير برضه ما خدش دوري الابطال من ساعه ما ساب برشلونه. فكلام كتير عن مانشستر سيتي وريال مدريد. قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب قناه واشتراك وفعل الجرس علشان تجيلك الحلقات اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. ريال مدريد داخل في ماتش النهارده عنده غياب كبير جدا هو سيرجيو راموس. غياب بان كتير جدا في خط الدفاع بتاع ريال مدريد وهنجيله بعد كده في الحلقه. بس ريال مدريد النهارده بدا بال 4-3-3. كورتوا وفاران ميليتاو ومندي ناحيه الشمال، كارفاخال ناحيه اليمين، بيلعب ثلاثه نص ملعب كاسيمير مودريتش كروس، وقدام بيلعب رودريجو وبيلعب بيه هازارد وبنزيما. الناحيه الثانيه برضه سيتي بيلعب بال 4-3-3، بيلعب بيديسون فرناندينيو جنبه، بيلعب لابورت ناحيه اليمين، ووكر ناحيه اليمين، بيلعب بيكانسيلو ما لعبش المندي، متفاهم جدا جوارديولا ليه ما لعبش المندي مباراه النهارده. بيلعب في نص الملعب بيلعب بجاندوجان ودي بروين وديفيد سيلفا، بيلعب قدامهم فودن وستيرلينج وخيسوس. الريال بادي مرتبك اللي انا شايفه من اول دقيقه في المباراه او من اول ثلاث دقايق في المباراه. ريال مدريد مرتبك، مش ريال مدريد كله المرتبك، لا بالاخص اثنين قلبين الدفاع ميليتاو وفاران، الاثنين قلبين الدفاع بتوع ريال مدريد مش فايقين، الاثنين متوترين، الاثنين مهزوزين، الاثنين داخلين محطوط عليهم ضغط. ليه محطوط عليهم الضغط؟ لان راموس قاعد بره في المدرجات وهما الاثنين في ارض الملعب، ان هما الاثنين لازم 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 يديهم مستوى راموس، وده اللي كان محطوط ضغط كبير جدا على ميليتاو وفالفيردي. والضغط الكبير اكتر بقى على ميليتاو وفالفيردي الضغط العالي اللي بيقدمه جوارديولا على زيدان وعلى ريال مدريد من اول دقيقه في المباراه. وجوارديولا بيعمل هاي بريش وضغط عالي شرس على دفاع ريال مدريد. ولما لقى الاثنين ميليتاو وفاران الاثنين مهزوزين قوي ومهزوزين اكتر اصلا من الضغط، بدا يعمل ضغط اكتر واكتر. وكان في الاول بيضغط بالثلاثي الهجومي بس، لا هو بيضغط بالثلاثي الهجومي وبيضغط كمان من اثنين من نص الملعب. احنا نشوف ديفيد سيلفا ونشوف دي بروين الاثنين بيخشوا ويضغطوا على الثلاثي الهجومي، فبقى ضغط عالي كبير جدا على ريال مدريد. الجون اللي جه غلطه شنيعه من فاران، كورتوا بياخد الكره بيديها لفاران، فاران بيرقص جوه منطقه الجزاء، ستيرلينج خد الكره الجون الاول لمانشستر سيتي. وهنا قلنا خلاص الماتش ممكن الماتش يخلص. بس بعديها ريال مدريد ابتدى يمسك الكوره نوعا ما شويه، ابتدى يحرك الكوره على الارض شويه، ابتدى يشوف بقى هجمات على الاستحياء لبنزيما رودريجو هازارد، بس مش الهجمات اللي يعني تهدد مرمى سيتي جامد. شفنا تسديده مثلا من بنزيما ادرسون شالها، شفنا تسديده ثانيه برده من بنزيما ادرسون شالها. بعد كده ما شفناش كتير ريال مدريد في الشوط الاول غير في كره الجون. بقى كره الجون بتاعت ريال مدريد كويسة مش كويسة، لا ممتازة، اللعبة ممتازة جدا، كيفتني جدا بصراحة. من ناحية اليمين رودريجو بيلعبها لمودريتش، مودريتش بيديها لبنزيما، بنزيما بيطلع رودريجو بمعلمة، لا وبنزيما بيطلع رودريجو وبيخش جوه 6 يارد عشان رودريجو يرفع الكرة وبنزيما يجيب الجول. الجول بتاع ريال مدريد الأول جول بصراحة كيفني جدا من الجمل اللي حصلت لريال مدريد. بس بعد الجون ريال مدريد ابتدى يلعب بشراسه، عايز يجيب الجون الثاني. بس الناحيه الثانيه مانشستر سيتي بيلعب باريحيه، اللعيبه مش متوتره، اللعيبه مش محطوطه في ضغط، اللعيبه داخله هاديه، احنا كسبانين بره ارضنا 2-1، دخل فينا جون هنضغط هنضغط نجيب جون ثاني وننهي الماتش. ده اللي سيتي كان بيعمله. لكن سيتي اللي كان مساعد او اللي كان بيلعب معاه بمعنى اصح فاران، فاران في كل كره بتجيله انت مرتبك يا معلم. وده اللي كنا اللي انا عايزين نتكلم عنه بقى، اللي فاران مدافع ما ينفعش يشيل دفاع لوحده، فاران لاعب لازم يبقى لاعب جنبه هو اللي شايله، مش هو اللي يشيل لاعب اللي جنبه. شوف النهارده لما فاران اتحط في حته ان هو يشيل او اتحط في موقف ان هو يشيل ميليتاو اللاعب الشاب اللي جنبه كارثه، الاثنين بهم كارثه. لازم فاران لاعب جنبه تقيل او مدافع جنبه تقيل علشان يشيله. راموس لما يبقى جنبه فاران ما بنشوفش اخطاء كتير لان راموس بيلم من وراه. امتيتي في فرنسا بيشوفه برده ان امتيتي بيلم من وراه، لا فرنسا كمان مش امتيتي بس اللي بيلم من ورا فاران، لا ده امتيتي بيلم ورا فاران وكانتي بيلم ورا فاران وبوجبا بيلم ورا فاران وماتويدي بيلم ورا فاران، اربع لعيبه في فرنسا بيلم ورا فاران. شفناها النهارده في كوره ان دي كارفاخال جاي من ناحيه اليمين بيعمل تغطيه عكسيه على فاران وعلى ميليتاو وبيشيل الكوره من دي بروين. فانت هنا عندك مشكله، كان لازم زيدان في المشكله دي يعمل اي حاجه ويصلحها.
كان لازم يعمل اي حاجه وصلاحها. اسحب يا عم حد من المهاجمين والعب 3-5-3-2، اسحب حد من المهاجمين والعب 5-3-2، العب بثلاثه في خط الخلفي عشان الارتباك اللي عندك ده يعني تتلاشاه. بلاش ينزل مدافع، بلاش ينزل مدافع، نزل كاسيميرو في وسط فاران وميليتاو يعني يريح شويه الاثنين. ما انت مش تقدر طول الماتش ضغط على المدافعين، ضغط على المدافعين، ضغط على المدافعين، ومانشستر سيتي بيمسك الكره بيقسم عليك، بيقسم عليك، دي لعبته. لو يمسك الاستحواذ ويقعد يجيبك يمين وشمال وفوق وتحت، دي لعبته مانشستر سيتي. وخرج الشوط الاول متعادل معاك 1-1. الشوط الثاني انا كنت متوقع ان انت هتبتدي تغييرات من بدري، هتبتدي تغييرات من بدري، لكن انت اتاخرت في التغييرات بتاعتك. انت في الشوط الثاني قعدت شويه وبعديها نزلت اسينسيو. فين فينيسيوس جونيور؟ فينيسيوس جونيور كان ممكن ينزل لك في الماتش ده يعمل لك حلو. هازارد ما قدمش المطلوب منه، هازارد ما قدمش المطلوب منه. رودريجو هو اللي كان بيقدم اكتر من هازارد. رودريجو لما نشوف في كذا كوره، لا رودريجو هو اللي بيحرك، هو اللي بيلم اللعيبه، هو اللي بيخش وبيسود، هو وبنزيما. هازارد مش باين، كنت ممكن تنزل فينيسيوس جونيور بدل هازارد، تنزل اسينسيو وتنزل فينيسيوس جونيور الاثنين مع بعض. لكن انت نزلت اسينسيو وقعدت لحد اخر ماتش لما فكرت ان انت عندك لعيبه على الدكه، رحت منزل فاسكيز ومنزل يوفيتش ومنزل فالفيردي. الثلاثي اللي نزل في اخر ماتش مش هيضيف لك اي حاجه، انت نزله في الدقيقه 80 تقريبا او الدقيقه 83، فانت الثلاثه دول هيقدموا لك ايه في الوقت ده؟ انت نازل من بدري. هو الجول الثاني جول مضحك، لا بجد 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 الجول الثاني جول مضحك. الكوره جايه عاليه بتتنطط جنب فران، حب يشيلها بدماغه ما جاتش، بص على يمينه لقى خيسوس على يمينه، بص على يمينه لقى خيسوس على يمينه. ليه بترجعها؟ يعني انت لقيت خيسوس على يمينك، ليه ما تستلم وتلف، ليه ما تطلعها في الاول؟ ده اللي اعرفه عن المدافعين، ليه ما يستلم ويلف، ليه ما يحطها في الاول؟ لكن انت ولا عملت ده ولا عملت ده، لا انت لقيت خيسوس بيجري من جنبك، اديت الكره لخيسوس قلت له روح جيب جون. حرفيا اديت الكره لخيسوس قلت له روح جيب جون، وجاب الجون، وجاب الجون الثاني، خلص الماتش. بعد الجون الثاني خلص الماتش. سيتي بيلعب بأريحية، سيتي حرفيا ماسك الكوره بيلعب 31 على ريال مدريد، يمين وشمال وبيقسم وتك تك 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 تك، وريال مدريد واقف بلا حيله. اول مره اشوف ريال مدريد بيقدم الشكل ده. ريال مدريد في الدوري في الليجا 10 ماتشات ب 10 فوز، لكن لما جيت في دوري الابطال بغياب اثر عليك جدا، غياب راموس اثر عليك جدا بصراحه. يعني واحد راموس شفت النهارده تاثيره كبير على ريال مدريد، لا بصراحه راموس هو شال دفاع ريال مدريد. لما غاب النهارده شفنا كواس دفاع، الجونين اللي دخلوا في ريال مدريد وخرجوه من البطوله بسبب فاران، بسبب كارثه دفاعيه. لو راموس كان موجود ما اعتقدش ان الكارثه الدفاعيه دي كانت هتحصل، ما اعتقدش. خطوه سيتي، خطوه نحو اللقب، نحو الحلم، ان انت الماتش اللي جاي تلعب ليو، تلعب ليو، فانت ليو مش الفريق اللي ممكن يهددك. ممكن سيتي يوصل سيمي فاينل، هو برده ليو ما لعبش فريق ضعيف اللي هو عدى منه، لا هو لعب يوفنتوس وخرج يوفنتوس، فريق برضو مش اللي هو انا اعدي منه بالسهل. لا سيتي لازم يركز جدا مع ليو، لازم يركز مع ليو علشان ما نلاقيش فجاه ليو في السيمي فاينل. سيتي خطوه جديده نحو الحلم، لكن لسه قدام ليو فريق مش سهل، مش سهل اللي انت تصعد من قدامه. بقينا كده الاضلاع بتاعت الدور الثمانيه ابتدت تتشكل، ليو سيتي، باريس سان جيرمان واتلانتا، اتلتيكو مدريد لايبزيج، في ماتش قادم لسه اللي يكسب من بايرن وتشيلسي واللي يكسب من برشلونه ونابولي هنعرفهم بكره. بس النهارده شفنا مباراه قدمها جوارديولا بمعلمه. انا داخل ولا متوتر ولا شايل هم حاجه، ولا داخل عندي ضغط، مش حاطط ضغط على لعيبتي، لا انا داخل لعيبتي اريحيه، هنلعب نتمزج، هيجيبوا جول هنجيب جول، هيحاولوا يجيبوا الثاني نقضي عليهم وخلص الماتش. وساعد كمان جوارديولا الاخطاء الدفاعيه، الكوارث الدفاعيه اللي حصلت. عارف ان ريال مدريد هيرجع سنه تانية اشرس في دوري الابطال وشاز جدا في دوري الابطال، بس السنه دي ريال مدريد ما كانش دوري الابطال، ما كانش خلاص، هو دوري الابطال راح منه وخلص. الناحيه الثانيه يوفي برده خرج، ورونالدو لسه شويه وساري بنسبه كبيره برده يمشي من يوفي. بس في الاول والاخر ده كان رايي انا في مباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي. قول رايك انت في الكومنتس في مانشستر سيتي وفي ريال مدريد، وقول لي كمان هل مانشستر سيتي قادر على الفوز بدوري الابطال السنه دي ولا لسه شويه؟ قول رايك في الكومنتس، وقول لي كمان ريال مدريد ممكن السنه الجايه يعمل شكل وياخد دوري الابطال وياخد الرابعه 10، ولا خلاص ريال مدريد ممكن يقع في كبوه وما نشوفوش ياخد دوري الابطال لثلاث اربع سنين قدام؟ قول توقعك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنسيش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه او اشتراك وفعل الجرس عشان تجي الحلقات اول باول. وطبعا ما تنسيش تعمل تحت هتلاقي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. وكان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.